أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة من تحت الضوء. حين تكون الدولة عنوانا للاستقلال وأحد أدوات المجتمع في الدفاع عن استقلال هوية هذا المجتمع وبقائه، يعمد المحتل فور احتلاله الأرض إلى حل أجهزة الدولة وإعادة تشكيلها وفق هوية أخرى لخدمة التغيير الذي أحدثه أو لتحقيق ما يستهدفه هو من تغيير شامل. أدى احتلال العراق عام 2003 إلى غياب إجماع عراقي فكري وسياسي ومجتمعي على هوية وطنية واحدة وبروز هويات فرعية متعددة مثلت بمجموعها الضد النوعية لمفهوم الهوية العراقية الواحدة، وهي الهوية الطائفية والهوية القومية وكذلك الهوية العشائرية. تم تسخير وسائل الإعلام المختلفة كالقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وجميع مواقع الإنترنت لتحطيم الأواصر المجتمعية في العراق. هذه الأواصر التي تجمع مكونات المجتمع العراقي على مر العصور بهدف تكريس الهوية الطائفية الفرعية الفئوية لتحل محل الهوية الوطنية العراقية الجامعة. يرى محللون أن الاحتلال وحكوماته المتعاقبة أعادت العراق إلى مرحلة ما قبل الدولة، مستهدفا دفع العراقيين إجبارا للذهاب بالإجبار إلى الولاءات، وأعيد تشكيل الدولة والنظام السياسي على أسس تمنع تشكيل دولة تعبر عن المشتركات أو تعبر عن الهوية، ما أحدث تشوهات خطيرة داخل المجتمع العراقي، وهي شكلت سلطة تنفيذية وعملية سياسية تمنع إعادة تصحيح هذه الاختلالات التي جرت في معالم الهوية الوطنية العراقية الموحدة. نطرح في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام التساؤلات التالية فيما يخص موضوع الهوية الوطنية: ما مفهوم الهوية؟ ما أنواع الهوية؟ عناصرها؟ العوامل المؤثرة في بنائها؟ ماذا نعني بالمواطنة؟ إلى أي مدى تعرضت الهوية الوطنية العراقية للاستهداف منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن؟ كيف يستطيع المجتمع العراقي الحفاظ على هويته الوطنية؟ أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. وأيضا سينضم إلينا لاحقا الأستاذ حارث الأزدي الباحث والكاتب العراقي، معنا هو الآن. مرحبا بك أستاذ حارث. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بكم ضيفي الكريمين. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ موضوعنا عن مفهوم الهوية الوطنية العراقية في ظل حكومات ما بعد الاحتلال. كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري الباحث العراقي. يعني قضية الهوية قضية مهمة جدا، لعل يعني أكثر ما يهم كل مجتمع هو الهوية التي تحدد مصيره وتحدد استقلاليته. يعني الهوية الجامعة في العراق، لو حدثتنا عن يعني موجز يعني للجذور التاريخية لهذا المصطلح، وما هي الفترة أو الحقبة الزمنية التي تعد الأفضل من حيث يعني ترسيخ مفهوم هذه الهوية لدى المجتمع العراقي ووجودها بالفعل؟ يعني حقيقة الهوية الوطنية يعني جميع الدول تؤكد عليها بشكل كامل وتحاول ترسيخها عند شعوب دولها، لتجعل من خلال هذه الهوية الوطنية الجامعة أن يكون الولاء لهذا البلد ولهذه الدولة بالذات. فيما يتعلق في بلدنا العراق، يعني العراق الآن في حدوده الحالية ما هو إلا مفرزات من الحرب العالمية الأولى. هذا الأمر لا ينطبق على العراق فقط، إنما على الدول المجاورة وكثير من دول العالم كانت حدودها الحالية هي مفرزات للحرب العالمية الأولى وبعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية. لكن فيما يخص بلدنا، تشكل هذا البلد بهذه الحدود الحالية والتي لا يمكن تغييرها وفق القانون الدولي الساري حاليا. وبالتالي عمدت يعني الحكومات التي حكمت العراق بداية من العهد الملكي وثم الجمهوريات المتتالية
ولحد الآن تحاول تعزيز الهوية الجامعة لهذا البلد، على اعتبار أن الشعب العراقي مكون من هويات فرعية تخص يعني اختلاف بالقوميات واختلاف بالمذاهب وأشياء أخرى، ممكن أن يكون هناك هويات فرعية جزئية، لكن يجب أن تكون هناك هوية جامعة يكون يعني تكون مفرزة لهذه الهوية، هو الولاء لهذا الوطن وبحدوده الحالية. كان من أفضل يعني حقيقة أفضل ترجمة للهوية العراقية الجامعة هو ما حدث بعد يعني حكم يعني في حكم عبد الكريم قاسم، عندما أقدم على قرار يعني الإصلاح الزراعي الذي كان له رد فعل شعبي مؤيد بشكل قوي، جعل من كثير من الطبقة الفلاحية والذين هم كانوا متضررين جدا من مرحلة الإقطاع في ذلك الحين، وجعل ولاء هؤلاء الفلاحين وهذه الطبقة الشريحة الواسعة من المجتمع العراقي أن يكون الولاء لهذه الحكومة أو الولاء لهذه الدولة، لأن هي من أعطتهم الحرية وأعطتهم يعني حق التصرف بالأرض التي يزرعها. لا لكن يعني الوجه الأكثر نصاعة للهوية الوطنية العراقية الجامعة هو ما ظهر بحملة التنمية الكبيرة التي قامت بها حكومة البعثيين في مرحلة السبعينات. هذا جعل يعني جميع الهويات المختلفة في العراق تنصهر في مفهوم المواطنة للعراق، وجعل هناك اعتزاز عند المواطن العراقي بأن يقول أن هويته هو عراقي أولاً، ثم هويات فرعية تتعلق بالقومية أو الدين أو العشيرة وغيرها من الهويات الفرعية، لكن بالأساس ولاءه إلى هذا البلد الذي يسمى العراق. لكن هذه الهوية تعرضت لهزات كبيرة جاءت على يعني بالمراحل التالية، كانت أكثر يعني شيئين هزت الهوية الوطنية وجعلتها تترنح يعني أمام المفاهيم الجديدة التي جاءت، هي ما قام به المجتمع الدولي من اتخاذ قرارات باطلة بحق هذا الوطن بعد يعني حرب 91. فبدأت هناك قرارات دولية تنظر إلى العراق ليس عبارة عن بلد جامع، بلد له هوية مميزة تسمى العراق، لا، بدأ النظر إلى العراق عبارة عن مجموعة من مكونات لها هويات مختلفة، وهو يعني تركيب غير متجانس من هذه الهويات، وبالتالي فرضوا قرارات لحماية الأكراد يعني بما يسمى من بطش الحكومة، وكذلك قرارات لحماية المكون الشيعي، وشيئا فشيئا بدأ الناس ينظرون إلى العراق، وبدأ الشعب العراقي نفسه ينظر، هذه في سنة 91 ينظر إلى نفسه أنه عبارة عن مكونات وليس شعب عراقي واحد له هويات فرعية لا تؤثر على الهوية الجامعة. أما ترسيخ هذا الأمر إلى يعني مبدأ في داخل الدستور العراقي هو ما يعني قام به المحتل يعني بإصدار دستور 2005 الذي جعل من العراق ليس عبارة عن دولة جامعة له هوية مميزة، إنما هو عبارة عن اتحاد ما بين مكونات مختلفة لها هويات مختلفة وتطلعات مختلفة تحاول أن في حين أن هذه المكونات في حين أن هذه المكونات لم تكن بالأساس هي متفرقة لكي تتحد ليأتي الاحتلال ليوحدها من جديد. مجرد هذه النغمة وهذا الخطاب الاتحادي، عندما يقولون العراق الفيدرالي الاتحادي، بمعنى أنه كان عبارة عن شظايا متناثرة لهم هويات مختلفة والآن اجتمعوا في دولة تسمى العراق، وهذا نسف لمفهوم المواطنة العراقية الجامعة. وجاء بعد هذا المفاهيم ومحاولة ترسيخها في عقلية المواطن العراقي ما نراه الآن من تشظي في العراق، وجعل هناك تنافس ما بين هذه الكتل يعني القومية أو الإثنية أو الدينية، بحيث أن أحدهما تريد أن تسيطر على الثانية وأن
تجعل مفاهيمها الثقافية ومكونات الهوية الفرعية لها هي الهوية الجامعة لهذا البلد، وهذا ما نراه الآن من تناحر بين تلك المكونات. طبعا بالتأكيد نعم. فرض أحد هذه المكونات لهويته ماذا يجعل؟ بالضبط. إذا اسمح لي فقط أستاذ نظيرا، أرحب بضيفي الأستاذ حارث الأزدي، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حارث، مرحبا بك مرة أخرى. يعني الكثير من النقاط التي طرحها الأستاذ نظير الكندوري عن يعني هذه النبذة للسرد التاريخي لوصف الهوية الوطنية العراقية الجامعة وما تعرضت له من هزات، لعله هو يعني يتحدث عن استهداف هذه الهوية بالفعل من قبل حتى المجتمع الدولي وكذلك من قبل الاحتلال الأمريكي بمرحلتين ذكرهما. نريد بداية أستاذ حارث أن نتعرف على مفهوم الهوية الوطنية كمفهوم مجرد وكمفهوم الهوية الوطنية العراقية الجامعة. مرحبا بكم أخي العزيز، ومرحبا بكم أهلا بك أستاذ كريم. وما تفضل الضيف هو صواب، ولو قطنا ما قاله على المفاهيم التي جاء في القواعد الدول تتحدث عن اللغة أو اللغة والصلاح عن مسألة الوقت والمواطن والهوية، سنجد ما تحدث به الضيف عين الصواب. أستاذ حارث إذا سمحت لي، يعني لطفا فقط عندنا مشكلة في سماع الصوت، يعني سنحاول مرة أخرى الاتصال بك إن شاء الله تعالى. أستاذ نظير الكندوري، يعني لنتحدث عن موضوع استهداف الهوية العراقية، ذكرت أن هناك يعني مرحلة تاريخية شهدت بداية استهداف هذه الهوية، وخاصة عندما فرض خطوط العرض والطول على الأكراد وما بعد حرب الكويت. هل نستطيع القول بأن هذا الأمر، قضية استهداف الهوية الوطنية، هو جاء حلقة من سلسلة المشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدثت عنه كونداليزا رايس؟ يعني بالضبط ما أريد أن أقوله، يعني محاولة إبراز هوية فرعية كيعني هوية القومية الكردية أو هوية فرعية أخرى كالمكون العربي الشيعي، وإبرازهم بأنهم مكونات كانت مضطهدة من قبل الحكم العربي السني، هكذا ينظرون إلى الحكومة العراقية السابقة، مع العلم بأن الحكومة العراقية السابقة، لا أريد أن أدخل في تفاصيل تقييمها، لكن كانت هي دولة تضم كل المكونات وحققت بشكل لا يستطيع أحد أن ينكر هذا، بأن كانت هناك فرص متساوية للجميع، هناك قدرة على أي شخص ومن أي مكون أن يجد له فرصة في الدولة وأن يصل إلى مراتب عالية بالحكم. كذلك يعني من نظرة لها ما شهدت الحرب العراقية الإيرانية، بحيث أن هذا الجيش الذي كان يقاتل ولمدة 8 سنوات يضم منه المكون العربي الشيعي والمكون الكردي بالإضافة إلى المكون العربي السني، ولم يكن أحد يتحدث بينهم على هذه الانتماءات الفرعية، إذن بينما كانت انتماءات هي عراقية. بالطبع هي مصدر قوة، تعتبر أي تعدد يعتبر مصدر قوة وليس مصدر ضعف. نعم، هذا في عندما تكون الهوية الجامعة هي على أساس المواطنة وله من الحقوق وعليه من الواجبات كمواطن بغض النظر عن هويته الفرعية، سيكون هذا التنوع هو عامل يعني قوة وليس عامل ضعف. إذن سنكمل فقط عاد إلينا الأستاذ حارث الأزدي مرة أخرى. أستاذ حارث مرحبا بك مرة أخرى، هل حدثتنا عن مفهوم الهوية الوطنية؟ تفضل. نعم، الإنسان أخي الكريم هو كائن اجتماعي بطبعه، وهو المدخل الأساسي إلى مسألة المواطنة والانتماء للوطن. الهوية جزء لا يتجزأ من نشأة الفرد منذ الولادة وحتى الرحيل عن هذه الدنيا. تساهم هذه الفكرة يعني في التعبير عن انتماء الإنسان وولائه إلى الأرض التي ولد عليها والتي أنشأ علاقات مع آخرين من بني جنسه تؤدي بالضرورة إلى تقديم خدماته وأخذ واجباته. تعريف لغة من الممكن أن نقول
أن الهوية هي أصلها ضمير الرفع هو، وهذا فيه إشارة على أن الإنسان يفترض أن يكون مرفوع الشأن في مسألة الهوية والانتماء، ومعناها صفات الإنسان وحقيقته، وأيضا تستخدم الإشارة إلى المعالم والخصائص التي يتميز بها الفرد والشخصية. أما اصطلاحا فيمكن التعريف، يعني يمكن تعريف الهوية لأنها مجموعة من المميزات التي يمتلكها الأفراد تساهم في جعلهم يحققون صفة التفرد عن غيرهم، بمعنى أن هذا مجتمع، هذا هويته عراقي، وهذا هويته مصري، وهذا هويته سوري، هناك خصائص تنتمي إلى هذه الأرض وتنتمي إلى هذه المجموعة من الناس. ممكن تلخيص كل هذا أن نقول أنها كل شيء مشترك بين أفراد مجموعة محددة، شريحة اجتماعية تساهم في بناء محيط عام لدولة ما. يعني من الممكن أنه كل مسألة الهوية أن نذكر هنا جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي يلخصها بأنها حقوق إنسانية يجب تقديمها، وفي المقابل فإن على هذا الفرد مجموعة من الواجبات، هناك حقوق وهناك واجبات، متى ما طبق هذا الشرط ستجد أن الهوية والمواطنة وكل هذا المجموع سيكون صالحا للإنسان وللحياة. نعم أستاذ نظير، يعني احتلال العراق عام 2003 أدى إلى غياب إجماع عراقي فكري وسياسي ومجتمعي على هوية وطنية واحدة، يعني إلى أي مدى ترى أن ما مدى تأثير الاحتلال على نوع أو نوعية الهوية العراقية وحفاظها في أذهان العراقيين؟ يعني العراق، يعني الاحتلال جاء إلى العراق وفي نيته هو السيطرة على هذا البلد والاستفادة من مقدراته وموقع الاستراتيجي، وبالتالي أي طريقة تؤدي إلى هذه النتيجة هو يقوم بها. لكن الفوضى التي حدثت بعد الاحتلال قام باستغلالها من هم زعماء لهذه الهويات الفرعية، والتي يعني ليست لديهم حقيقة التوق إلى الهوية العراقية الجامعة. فعندما يعني المكون العربي السني رفع لواء الجهاد في الجهاد المحتل، كان هناك زعامات دينية شيعية أفتت بعدم مقاتلة الاحتلال، وكذلك الأمر في المكون الكردي، وجعل هناك تمايز ما بين هذه المكونات في زعاماتها الفرعية. بالطبع، لماذا؟ لأن الدستور بالأساس يعني ينظر إلى الهوية، ينظر إلى العراقيين على أنهم بلد مكونات، حتى أن في الدستور الشيعة نسبتهم كذا، السنة، الأكراد نسبتهم كذا، يعني أصبحت لغة الخطاب مع العراقيين لغة مكونات، فبالتالي رسخوهم هذا المفهوم. يعني هل تحول مفهوم الهوية لدى العراقيين بالفعل الآن خلال هذه المرحلة؟ هذه اللغة لم تكن موجودة في العراق إلا بعد الاحتلال، وكنا نستغرب من بعض الدعايات التي تخرج علينا بوسائل الإعلام بأن العراق جامع سنة وكرد وعرب وشيعة، يعني هكذا، بأنه إحنا عبارة عن بلد واحد. ومن قال نحن لسنا بلد واحد؟ هذا يعني يراد منا معكوس الذي يقال، بمعناه أنه إحنا بلد عبارة عن شظايا ويجب أن نتحد في دولة فدرالية. بمجرد الخطاب يعني بهذا النوع من الخطاب يجعل أن هناك كل فرد عراقي يبدأ يبحث عن مكون الفرعي ويلتجئ إلى حماية من المكونات الأخرى. يعني لماذا لجأ الاحتلال إلى تجضية الهوية الوطنية العراقية؟ واحدة من أهم الأسباب اللي جعل الاحتلال أن يتخذ هذا الطريق هو لصد المقاومة. كانت المقاومة العراقية شرسة وقوية وأثخنت في ضرب العدو الأمريكي، لكن كيف يستطيع حصار هذا المقاومة؟ من خلال تجضية المجتمع ويعني تمزيق النسيج الاجتماعي لهذه المكونات وجعل التناحر فيما بينها. نحن نذكر
كلنا يعني الشعب العراقي عندما كان المقاوم العراقي يضرب يعني آلية أمريكية أو رتل أمريكي كان يستقبل بالزغاريد من النساء سواء كانوا عرب أو كرد أو سنة أو شيعة. هذا دليل على أن الشعب كان متفاعل. نعم. متفاعل مع أنه هناك محتل جاء إلى أرض العراق وهناك مقاومين يريدون تحرير بلدهم. لها الحق في الدفاع عن بلد. لكن شيئا فشيئا بدأت هناك التمايز عندما يعني هؤلاء القائد الفئويين وبدأت لغة الخطاب الفئوية والمذهبية تبرز إلى الساحة واستغلوا الظهور الإعلامي بحيث يجعل كل مكون يلتجئ إلى مكونة ويعني يعيدون الخطاب لنعرات طائفية قديمة على اعتبار أن هذا المكون كان مظلوم منذ 1400 سنة والأكراد مظلومين منذ 100 سنة وهكذا. هذه النوعية من الخطاب جعل هناك تمايز ما بين مكونات الشعب العراقي الواحد وبالتالي وصلنا إلى هذا الحال. ويعني حتى لو جئنا إلى أنه كل مكون يريد حقوقه هل هم حصلوا بعد 15 سنة من تطبيق هذا الدستور الطائفي هل وصلوا إلى هذه المرحلة؟ لم يصلوا بالتأكيد. عندما يفرض أي مكون هويته الفرعية والجزئية على باقي المكونات الأخرى النتيجة الطبيعية للمكونات الأخرى أن تعتز بمكوناتها وتدافع عنها وتحاول النضال من أجل عدم تذويبها بهذا المكون المعتدي وبالتالي نصل إلى مرحلة من الصراع. أنا أقول الحكومة العراقية الآن تحاول أن يعني تقاتل شعبها من خلال هذا الدستور ومن خلال هذا التطبيق الطائفي مع شعبها وبالتالي أي دولة تستخدم مثل هذه السياسة سوف لن تستقر ولن تصل إلى المرحلة المشهودة بأن يكون هناك أمان ويكون هناك استقرار. إذن بلا شك ما دام هناك مكونات تضطهد بهويتها الجزئية بلا شك أن هناك استهداف للهوية وبالتالي محاولة السيطرة على الشعوب من قبل الدولة المحتلة ومحاولة السيطرة على ثرواتها ونهبها فبالتالي موضوع الهوية موضوع مهم جدا لذلك ينبغي التعرف أكثر على أسس هذا المفهوم على أنواع هذا المفهوم ولكن بعد فاصل قصير كونوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام نتعرف في هذه الحلقة على الهوية الوطنية العراقية في ظل حكومات ما بعد الاحتلال ونسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع وبلا شك أنه موضوع مهم جدا وبالعودة إلى الأستاذ حارث الأسدي الكاتب والباحث العراقي. أستاذ حارث يعني أطلعتنا على مفهوم الهوية الوطنية وبلا شك أن لهذا المفهوم يعني بالتأكيد أنواعا أيضا هناك عناصر مهمة لهذا المفهوم هل أطلعتنا عليها أيضا؟ نعم بداية أنا أريد أن أقول أن المحتل وحكوماته المتعاقبة استهدفوا العراق لأنه يمثل مركز القوة التي تسيطر على الجهات الأربع وعملوا على تفتيت الهوية الوطنية الجامعة والدخول إلى هويات فرعية وهويات مستحدثة كان تكون هوية طائفية أو هوية عرقية أو هوية فئوية حتى داخل الطائفة الواحدة دخلوا إلى هويات أخرى هذا هويته مثلا صدري وهذا هويته إلى الاتجاه الآخر وهذا هويته مجلسي و ما إلى ذلك. أليس هذا التشبيه عذرا للمقاطعة أليس ذلك يشبه ما كانت تقوله في السابق وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة غونداليزا رايز عندما كانت تتحدث عن تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ ألا يندرج هذا أيضا باستهداف
هوية أي مجتمع ما لدولة ما هو يندرج ضمن يعني مشروع الشرق الأوسط الجديد؟ نعم، هو ذلك بالضبط، وهو هذه الخطوات التي اتبعها الاحتلال الأمريكي وعمل من بعده منتدبوه، عملوا على هذا الأمر. وأنا أقول أيضا ليس هناك بلد على وجه الأرض من مكون واحد أو من اتجاه واحد، لكن هناك حقوق وواجبات على الدولة أن توفر هذه الحقوق لهذا المواطن، وعلى هذا المواطن هناك تترتب واجبات يقيمها تجاه هذه الدولة. يعني كمثال قبل أن ندخل إلى أنواع الهوية، النازحون والمهجرون اليوم من حق المواطنة، من حق العراقي كمواطن أن يتنقل في أرجاء العراق أينما أراد، لكنهم أرادوا حشرهم في مخيمات النازحين وفي حالة بائسة، ومنعوا حتى عودتهم إلى ديارهم. الممكن أن ندخل إلى تقسيمات الهوية. هناك الهوية الوطنية، الهوية الوطنية وتستخدم يعني بمعنى للإشارة إلى الوطن والفرد الذي يعيش على هذا الوطن. وهناك أيضا الهوية الثقافية، وهي يعني تتميز في ثقافة ما، كأن يكون هذا ثقافته عربية وهذا ثقافته مدنية وهذا ثقافته كردية وهذاك ثقافته جنوبية وما إلى ذلك، لكن هذه لا تتعارض مع الهوية الوطنية الجامعة. وهناك أيضا أنواع من الهويات، أن تكون هوية عمرية أو هوية مهنية أو هوية ما إلى ذلك، فهناك أنواع كثيرة من الهويات. عمل المحتل والحكومات المتعاقبة على تضخيم الهويات الصغيرة من أجل طمس الهوية الوطنية الجامعة. من الممكن أن ندخل إلى مدخل آخر، أن حالات الهوية وفيها دراسة أيضا من الممكن أن نجدها واقعا على ما يجري على الشعب العراقي. أن حالات الهوية هي مجموعة من الحالات تقسم إلى ممكن أربع أقسام، وهي تحقيق الهوية. ما معنى تحقيق الهوية؟ يعني إدراك الفرد للهوية الفردية الخاصة به، وتهدف إلى تقدير الذات، يعني اعتزازه بذاته، وهذا ما يميزه عن الآخرين، بمعنى أنه كما حضرتك لك اسم، أيضا لك هوية وبصمة خاصة في هذه الحياة، لك سمة خاصة في هذه الحياة، فهذه تحقيق هوية. هناك مرض يسمى يعني تعليق الهوية، وهي معاناة الأفراد من أزمة تفرض عليهم قسريا، كأن يفقدون القدرة على التعرف على الهوية الخاصة بهم بسبب تعرضهم يعني لاضطرابات، أما تكون نفسية أو تكون قسرية من قبل حكومات أو من قبل قوة ما، أو من قبل كما يجري الآن من قبل ميليشيات متحكمة في المجتمع العراقي. هناك أيضا انغلاق الهوية من حالات الهوية، انغلاق الهوية يعني بمعنى حالة تصيب الأفراد عندما تفرض عليهم أشياء، كان أنت تعتقد بشيء ما، يفرض عليك التصريح والممارسة بشيء آخر، وهذا يتنافى مع الهوية الوطنية. وما يجري اليوم هو تفكيك الهوية، وهو المرض الرابع من حالات الهوية التي يتحدث عنها كثير من علماء النفس، وهي حالة تنتج عن ضعف في فهم الهوية، وتنتج أيضا عن تعرض الأفراد للاضطهاد والظلم بشكل قسري أو التغيير أو السجن أو الملاحقة أو التضييق عليهم في منازلهم أو تهجيرهم أو نزوحهم. سأعود معك إليك مرة أخرى أستاذ حارث. أستاذ نظير، بعض الناس يعني يقول أن العراق من المستحيل أن تقوم له يعني قائمة على هوية جامعة موحدة نظرا للتعدد الموجود داخل الشعب العراقي. يعني هل هذه النظرة التي صنعها ربما أو وضعها أو روج لها المحتل عبر وسائل إعلامه، هل ترى أنها فعلا صعبة التحقيق الآن وفق قناعات لدى العراقيين بعدم تحقيق الهوية الجامعة؟ هذا الكلام مردود على صاحبه، لأنه لا تجد هناك دولة الآن حاليا في العالم هي مكونة من شعب
خالص من يعني بنفس المذهب، نفس الدين، نفس اللغة ونفس العرق، هذا غير متوفر، بل حتى في دولتي الاحتلال التي يعاني الآن العراق منها سواء الولايات المتحدة أو إيران، هي دولتان مكونتان من يعني عدد كبير من القوميات والمذاهب والمذاهب وحتى الأديان والأديان والأعراق وحتى اللغات، هناك لغات مختلفة، الزنود والبيض والهنود، لكن مع ذلك على اختلاف معتقداتهم، مع ذلك لا نجد الصراع الموجود حاليا في العراق. وبالمناسبة العراق التعدد الموجود فيه سواء كان قومي أو مذهبي هو تعدد قليل قياسا بدول العالم، فإن هنا يعني نستطيع أن نقول أن أكثر من 95% من الشعب العراقي هو شعب مسلم، وهذا يعني عامل مشترك يجب أن يكون عامل توحيد وليس عامل تفرقة، وهناك مشتركات عند الشعب العراقي يعني عديدة تجعل من هذا الشعب شعب واحد، بل هو كان أصلا في قبل الحرب العالمية الثانية ضمن كنف دولة واحدة. طيب السؤال هنا، يعني هل عمل الاحتلال الإنجليزي في الماضي بنفس عمل الاحتلال الأمريكي؟ هل استهدف الهوية الوطنية الجامعة؟ يعني كما قلت لك أن الاحتلال البريطاني جعل هذه الخرائط للشرق الأوسط بما يتناسب مع يعني رؤيته ومصالح تلك الدولة العظمى في حينها، وحاول تأسيس دول يعني لا تستطيع أن تكون لها هوية جامعة قوية لكي لا تكون هي دولة قوية، وإنما تظل دائما بالاعتماد على هذه الدولة المحتلة يعني حكومة الانتداب. ولذلك نرى يعني بالنسبة ما يخص العراق كان يعني في العهد الملكي دولة ضعيفة، مقدراتها تذهب إلى الشركات الأجنبية، لا يستطيع أن يستفيد من موارده الهائلة، وعاش حياة فقيرة، لم يستطيع أن يتنفس يعني الشعب العراقي بدولته الحالية إلا بعد تأميم النفط الذي هو يدر ثروة كبيرة. هذا الأمر يعني هذه القنابل الموقوتة التي جعلتها من خلال هذه الحدود هي غايتها أن تجعل جميع هذه الدول تعتمد على الدولة الاحتلال الأولى. طيب هي كيف أثرت العملية السياسية في العراق؟ طبعا بطبيعة الحال ذكرنا أن الدستور هو دستور ملغم واستهدف أيضا الهوية الوطنية من خلال التعامل مع الشعب العراقي أنه نسب مئوية لمكونات العملية السياسية. بالتالي كيف يعني تعاملت مع قضية الهوية الوطنية العراقية؟ كيف أثرت عليها؟ طبعا المقولة الخالدة التي تقول ما بني على باطل فهو باطل، فعندما تكون البداية خطأ كلما يستمر الوقت يصبح الخطأ أكبر والشرخ يعني أبعد. لذلك يعني ما كل النظام السياسي الذي جاء بعد 2003 وبنيت العملية السياسية على هذا الدستور الطائفي جعل مخرجات هذه العملية السياسية كلها مصائب وكلها ويلات على الشعب العراقي. ما نراه منذ الاحتلال ولحد الآن لم يمر يعني الشعب العراقي بتاريخه بمثل هذه الويلات، وكذلك لم تمر دولة مجاورة بالضيم والويل الذي مضى على العراق خلال هذه العملية السياسية. طبعا لا ننسى دور آخر يعني لاحتلال من نوع آخر هو دور النظام الإيراني، يعني هو استغل هذا الدستور الملغوم، هذا الدستور الطائفي في تغليب مكون يعتقد أنه هذا المكون موالي له، وبالحقيقة إنما هي الأحزاب الموالية له وليس شعبنا العراقي في جنوب العراق، ومحاولة تغليب هذا المكون بثقافته ومحاولة تذويب المكونات الأخرى في هذا المكون جعل البلد في حالة اضطراب كبير، وجعل يعني كل موارد الاقتصادية مرهونة مع هذه الدولة المجاورة. ويعني من مصلحة النظام الإيراني أن يبقى العراق في هذه الفوضى وفي هذا التشتت، وإلا فإن عراق موحد سوف لن يكون لصالح الجارة إيران بنظامها الحالي. بالتأكيد العديد من العوامل يعني كلها أثرت على الهوية الوطنية الجامعة، ولعل الأستاذ حارث الأسدي أيضا يحدثنا عن العوامل المؤثرة في بناء الهوية. أستاذ حارث. بداية أقول أن ما وصلنا إليه تعقيبا على حديثكم، ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة لمقدمات جنايات الاحتلال الإنجليزي.
نعم. الاحتلال الإنجليزي يعني عمل على تفتيت الانتماء للأمة جمعاء. نعم. فجعل الحدود في إطار اهتمامه، أي بمعنى أخرج هذا المجتمع من اهتماماته الكلية إلى جزئية بسيطة أن يكون ضمن حدود التي رسمها إليه المحتل. فلذلك أن ما وصلنا إليه يعني كنا نعيب على مسألة الحدود. اليوم نحن يعني دفاعاتنا على مسألة هذه الحدود فقط، يعني نريد أن نحافظ على المجتمع العراقي ونحافظ على العراق كدولة. طيب. من الممكن أن نقول أن عناصر بناء الهوية أو العناصر التي تشكل الهوية موجودة، ومهما عمل المحتل أو غيره على تفتيتها لكنها متأصلة في هذه الأرض وفي هذا المجتمع. أولها الموقع الجغرافي، فالعراق لا يمكن بأي حال من الأحوال مهما قسموا مهما وضعوا من خطوط طول أو عرض يبقى العراق واحدا موحدا يضم جميع أبنائه. لا يمكن بحال من الأحوال أن يتقسم العراق مهما قيل. وشهدنا خلال هذه الفترة المنصرمة بعد مشروع غوندليزرايز الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، مسألة جنوب السودان وغيره، كانت تجارب فاشلة وكانت تجارب يعني غير مثمرة. لأن التجربة الأخيرة مسألة الاستفتاء في كردستان أظهر الشعب الكردي أنه لا يريد الانفصال عن العراق. مشكلته في القائمين على هذه الحكومة في إعطائه حقوقه ليؤدي لهم واجباته. أيضا من عناصر الهوية التي يمكن أن نتحدث عنها وهي يعني بشكل مستفيض التاريخ. نعم. التاريخ المشترك للعراقيين لا يمكن بحال من الأحوال أن يتناسى. مثلا ثورة العشرين تمثل ثورة عراقية لجميع المكونات، سواء كان الأكراد أو سواء كان أبناء الجنوب أو سواء كانوا من أبناء الغربية، كانوا يمثلون العراق وكانوا يمثلون لحمة وطنية كبيرة استطاعت أن تقف أمام مشروع الاحتلال الإنجليزي. نضيف إلى هذا العناصر عنصر آخر وهو مسألة الاقتصاد، النفط، الركائز الموجودة، الخيرات الموجودة في العراق، الرافدان الموجودان في العراق. هذه حصة من؟ حصة هذه الهوية الفرعية أم حصة هذه الهوية العرقية أو حصة هذه الهوية الطائفية؟ المشكلة أن جميع تقسيم هذا الاقتصاد وتقسيم هذه الخيرات والركائز بينها أجزاء الجسم الواحد على أنها فهو عنصر جامع وليس عنصر مفرد. يضاف إليها إلى أن الحقوق المشتركة لكل العراقيين اليوم عزوف العراقيين بما يقارب نسبة 81% عن الانتخابات. هذا يمثل حالة من الوعي وحالة من الرفض لكل مشاريع الاحتلال سواء كانت أمريكية أو إيرانية أو حتى من المنتدبين الذين جاءوا وسلموهم دست السلطة. إذن هناك حقوق وواجبات، هذه الحقوق والواجبات هي محل إجماع في الوعي الجمعي العراقي، تمثل عنصر مهم من عناصر الهوية. نعم. إذن أستاذ نظير، يعني بعد هذا الحديث الذي تحدث به أستاذ حارث الأسدي، يعني الأسدي عفوا، يعني كيف تعلق عليه وخصوصا فيما يخص موضوع تحديدا يعني الاقتصاد؟ نأخذ مجال الاقتصاد، لماذا لا يكون العراق مثلا بلدا قويا اقتصاديا، منتعش اقتصاديا، يتكاتف جميع أبنائه في سبيل نهضة هذا البلد؟ لماذا لا يراد العراق أن ينهض؟ هي ما تتحدث به، وبالتالي كل هذا طبعا يصب في خانة الهوية الوطنية الجامعة. ما تحدثت به وتحدث به ضيفك هي عبارة عن حلقات متصلة بعضها بعض، لا تستطيع أن تصل إلى المرحلة التي نتكلم عليها قبل إتمام المرحلة التي قبلها. أنا أقول لك أن الإصلاح الاقتصادي والتنمية بالبلد واحدة من أهم أسباب توحيد العراقيين وجعلهم لهم هوية وطنية عراقية مميزة تستطيع أن تجمع الجميع في ظلها. ولكن قبل الإصلاح الاقتصادي
بدء الحملة التنموية في العراق، يجب أن يتغير النظام السياسي الطائفي الموجود حاليا، يجب أن يتغير الدستور الذي ينظر إلى الشعب العراقي عبارة عن مكونات اجتمعت في مسمى يسمى العراق. هذا غير صحيح. المجتمع العراقي مجتمع واحد وله هويات جزئية وفرعية. يجب أن يكون من أهم الأسباب لتقوية هذه الهوية الوطنية هو تغيير النظام السياسي الحاكم حاليا، وإلا أن استمرار هذا النظام الحالي سيؤدي إلى تقسيم المجتمع ليس فقط إلى مكوناته، إنما المكون الواحد نفسه سوف يتقسم إلى أجزاء. وكما ذكر ضيفك الكريم، إضافة إلى ذلك أن أي نظام سياسي جديد يجب أن يعترف بتنوع الشعب العراقي وتنوع الثقافي وحتى تنوع الفكري. يجب أن لا نفرض على الشعب العراقي فكر من شيء واحد ومن لون واحد، وبالتالي تكون هناك الديمقراطية مثلومة وليس الديمقراطية حقيقية، وهذا هو الذي أدى إلى التشظي الذي نراه. أستاذ حارث الأزدي، يعني في هناك موضوع مهم أيضا فيما يخص موضوع يعني ترسيخ قضية الوقوف بوجه أي نهضة لأي هوية جامعة عراقية، موضوع وسائل الإعلام المختلفة، قنوات الفضائية، مواقع الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، كلها يتم تسخيرها بجيوش إلكترونية من أجل وضع الأسفين بين هذه المكونات، وبالتالي الوقوف بوجه أي نهضة سواء كانت على مستوى الوعي الجمعي بالهوية الوطنية الجامعة أو بنهضة العراق ككل. إلى أي مدى ترى أن وسائل الإعلام سوف تعمل فعلها منذ عام 2003 وحتى الآن باستمرار في سبيل تحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه المحتل بحسب ما يرى محللون؟ نعم، ربما يعني أنا كمتابع للإعلام باختلاف أنواعه، يعني المقروءة والمسموعة والمرئية، أستطيع أن أقول أن البرامج التي من الشارع، مثلا برنامج عندكم في قناتكم الكريمة مع الناس، أو المايك الشاشة لك وأخذ راحتك، بالضبط، تمثل هذه النبض الحقيقي للشارع وللمجتمع العراقي وحالة الوعي التي يتمتع بها بسطاء الناس. فمهما عمل من وسائل إعلام تحاول دق الأسافين بين أبناء الشعب العراقي لن تستطيع. لماذا؟ لأن الفطرة التي تربى عليها العراق والتي نشأ عليها العراق باقية في الأعماق، وما ظهر عنها هذا كله قشور ونتيجة ضغوط معينة، بمعنى أن هناك من يدفع وهناك من يحشد طائفيا وهناك من يقوض دينيا، لكنه كل هذه التأثيرات تأثيرات محلية. بعد 15 عاما اليوم نشهد هذا العزوف ونشهد هذا الوعي الكبير من خلال المرأة، من خلال الطفل، من خلال الشاب، من خلال الرجل الذي يتحدث أمام الكاميرا وجها لوجه ولا يخشى أحدا. مع العلم هناك يعني لا أريد أن ألبس يعني قيادات أو نخب تخاف أن تتحدث في الإعلام، تخاف أن تتحدث بقول الحق، لكن هذا الرجل البسيط، هذا المواطن البسيط يستطيع أن يقف أمام الميكروفون وأمام الكاميرا ويتحدث بما موجود عنده وبما يعتقده تجاه هؤلاء الشرار. كيف نحقق مفهوم المواطنة؟ نحققه بالآتي: لا يمكن أن يتحقق بشيء واحد، لا يمكن أن يتحقق بأن نقول أنه خلاص العراق واحد كموقع جغرافي وانتهى، أو الاقتصاد يجمعنا وانتهى، لا يمكن بأي حال. يعني في هذه الحالة أستاذ حارث لو سمحت لي، تنتمي لهذا البلد غير مؤثر عليها خارجيا سواء أمريكيا أو من إيران، تستطيع أن تحقق مفهوم المواطنة بأربع شروط: أولا المساواة، ثانيا الحرية، ثالثا كفالة المشاركة، والرابعة هي المسؤولية الاجتماعية التي
ستنبعث من خلال هذا الشعب لما يجد هناك من يحفظ له كرامته ويحفظ له قوته ويحفظ له وظيفته. أوضحت وكفيت أستاذ حارث الأزدي. كنت أنا توا أسألك عن مواصفات المواطنة الدولية في القرن 21، وبالتالي أنت ذكرتها وبإمكانية تطبيق هذه المواصفات على الحالة العراقية. هل ممكن أن تطبق يعني الآن الشعب العراقي ما الذي أمامه لكي يحافظ على هويته الوطنية الجامعة؟ طبعا يعني احتمالية وفرص يعني إرجاع الهوية الوطنية العراقية هي فرص كبيرة، ولكن الحائل ما بينها وبين الرجوع إلى هذه الهوية هو النظام السياسي الحالي القائم في بغداد. أنا أقول لو استطعنا إزاحة هذا النظام السياسي الطائفي الحالي واستبداله بنظام سياسي وطني على يعتمد على أساس المواطنة، سوف نقطع تقريبا نصف المشوار، ويبقى تكملة المشوار من خلال التثقيف على هذه الهوية الوطنية الجامعة، وكذلك تغيير يعني أساليب التعليم في المدارس وفي الجامعات، وجعل الطالب يعتز بوطنيته أولا ثم هذه تتطلب تغيير المناهج. طبعا تغيير المناهج، كذلك تغيير الخطاب الإعلامي، يجب أن يكون هناك تغيير للخطاب الإعلامي ونبذ أي شيء يدعو إلى الطائفية أو يدعو إلى العنصرية القومية. وبالتالي كل هذه الأمور متعلقة بالدستور القائم الآن ومتعلقة بالنظام السياسي الحالي، وكذلك أيضا متعلق بالإرادة الدولية، وأخص الذكر بها يعني الولايات المتحدة ومن ثم النظام الإيراني. هذه يعني ممكن نقطع، لو وصلنا إلى هذه المرحلة نستطيع أن نحصل على شعب عراقي له هوية جامعة بالرغم من الهويات الجزئية التي ستكون عامل مساعد وعامل قوة لهذا الشعب، وليس عامل مفرق ومشظي يعني لهذا البلد. في ختام هذه الحلقة أشكر السيد نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، شكرا لك. وشكرا لك أيضا الأستاذ حارث الأزدي الكاتب والباحث السياسي العراقي، شكرا لك أستاذ حارث. تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية في ختام هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر.